السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن فيروس كورونا المستجد، ومثل ما تعرفون فيروس كورونا يعني بين فترة وفترة يعلنون عن متحورة إليه، وأفضل طريقة حتى نحد من انتشار الفيروس هو الالتزام بالتلقيح ضد هذا الفيروس. اللقاحات متوفرة كل المؤسسات تقريبا، ومن عدد حملات تصير من دار إلى دار. فإحنا بدورنا كموظفين بوزارة الصحة لازم نزيد من وعي الناس ومن اهتمامهم بجانب اللقاح، لأن هو السبيل الوحيد حتى نحد من انتشار الفيروس. اللقاحات المتوفرة حاليا هي من مناشئ عالمية رصينة مثل فايزر.